أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وصلنا وياكم إلى محور حلقتنا لهذا اليوم، وهو أحد الأعمال الدرامية بعنوان كريستال، والذي يعتبر أحد الأعمال من ضمن مبادرة حكومية لدعم الدراما. لذلك راح نناقش هذا الموضوع مع كاتب وأيضا أحد الممثلين اللي شاركوا ضمن هذا العمل. بداية نرحب بالأستاذ محمد خماس الكاتب والمؤلف، وأيضا لك باع طويلة في مجال الصحافة وكتابة البرامج التلفزيونية. يا صباح الخير عليك. صباح الخير حبيبي، صباح الورد عليكم. ايضا صباح الورد استاذ بهاء خيون، برعت بالعديد من الاعمال المختلفه والشخصيات اللي مثلتها كانت جدا مختلفه بالاعمال المسرحيه وايضا اذاعيه وتلفزيونيه. صباح الورد عليكم. صباح الخير. راح نناقش اليوم المبادره العراقيه، مبادره الحكومه العراقيه، وايضا مسلسل كريستال. كل الهلا بكم استاذ محمد. تعرف بينه الدراما العراقيه توقفت، يعني نقول من 2013-2014، اليوم عادت بقوة وبغزارة خصوصا ضمن شبكة الإعلام العراقي. اليوم شلون تقيم هذه المبادرة الخاصة يعني من ضمن الحكومة من أجل دعم الأعمال الدرامية، وأيضا إصرار الدولة على تنوع القصص والأعمال الدرامية من أجل تكون قريبة للمشاهد العراقي؟ طبعا بالتأكيد هذه المبادرة يعني سوت حراك يعني كبير في مجال إنتاج التلفزيوني بعد توقفه، أو يعني كان أكو إنتاج بالسنوات الماضية بس إنتاج محدود جدا وما يغطي، يعني ما يغطي يعني الحركة الفنية، يعني ما يشغل مثلا ممثلين، يشغل كل الكتاب أو المخرجين أو الكوادر الفنية. من يكون عندنا مبادرة بهذا الحجم، هذا الشيء يخلق جو من المنافسة، يخلق جو من الإبداع، يخلق جو من الحراك الإيجابي في مجال الإنتاج، وأيضا يساهم بتطوير عجلة الدراما بالعراق. نعم أستاذ بها. والله بصراحة هي مبادرة مهمة جدا، لأنه إحنا هذا الحراك راح يولد عندنا طاقات شابة، راح يولد عندنا مخرجين ممثلين على كل الاختصاصات يعني ضمن الدراما، فراح تنفرز عندنا طاقات من خلالها نقدر أن نقدم أعمال بيها إجادة أكثر، بيها اختلاف أكثر، وهي التراكم يجي من خلال الخبرة، والخبرة تحتاج إلى عدد من الأعمال اللي إحنا محتاجيها من خلال هاي المبادرات. فعلا أستاذ محمد، مسلسل كريستال قبل فترة تابعنا كان مسلسل جدا شهير اسمه كريستال، وهذا المسلسل همينه اسمه كريستال. أول شيء يعني ما خفتوا من تشابه الأسماء؟ وبدون حرق للأحداث بس أريد نعرف تفاصيل عن طبيعة المسلسل. هو الفكرة الاسم يعني العمل مكتوب قبل كريستال اللي انبث على احد القنوات، فكان يعني من ضمن الورق المتحضر انه اسم كريستال. اكو اختلاف بين الاسمين من حيث الثيمة. العمل اللي تتحدثين عنه هو يتحدث عن رمزية الكريستال او العالم الكريستالي، عالم الفوارق الطبقات، الصراع بين الغني والفقير. احنا بكريستال نتحدث عن تجارة الكريستال ومخاطر الإدمان اللي تجتاح المجتمع، مادة الكريستال ميث. فهو يعني صار الموضوع صدفة، يعني مو ما تسمى الاسم بعد ما انبث الاسم. مع ذلك صار اكو يعني تحديث على الاسم. اليوم احنا عملنا اسمه كريستال بداية النهاية. بداية النهاية باعتبار انه المخدرات ممكن تكون بداية لنهاية. هو اكو سعي، اكو حرب على 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 على, على هذه الظاهرة من قبل وزارة الداخلية. فهذا العمل يسلط الضوء على كواليس ما يحدث في هذه التجارة والسعي الحثيث للحد من انتشار هذه الظاهرة الخطيرة. نعم بها خيون، عمل كريستال شدك انضمامه من أجل القضية اليوم راح يتناولها من أجل محاربة واقع إدمان المخدرات اليوم اللي عندنا بالعراق، وللأسف الشديد بدأ يكثر بين الشباب، أو تحس اليوم هذه الشخصية عندها قراءتها أو أستاذ محمد خماس شافها ملائمة اليوم البهاء حتى يقدر ينطيها أكثر؟ بصراحة أنا يعني أول ما قريت النص يعني أول شيء هو العمل مهم أكيد كرسالة هي مهمة جدا. بعدين مرات إحنا كممثلين يعني نسعى أن نشتغل شخصيات مختلفة، أول شيء حتى نطلع بشكل جديد، ثانيا حتى نقدر نوصل رسالة هاي الشخصية. يمكن مرات الممثل
إذا حب شخصية من الشخصيات عند القراءة فهي تحسها راح تكون قريبة من عنده، وهذا راح يخليه يشتغل على الشخصية بشكل صح. فأعتقد هو يعني من رأيي أنا حبيت الشخصية، حبيت الرسالة اللي من خلال العمل، أما إذا كنت قريب أو بعيد منها هذا يحددها المخرج والأستاذ الكاتب. أستاذ محمد، نتحدث عن فريق العمل المشارك اليوم بالإخراج، الكاستينج، الممثلين، من خلالك نتعرف عليهم؟ طبعاً هو العمل من إخراج محمد جعفر، ويضم نجمة من نخبة من النجوم، إنتاج شركة فن بغداد، المنتج زيد حمد، و تمثيل عندنا يعني نخبة جيدة، مصطفى الربيعي بطولة العمل، مصطفى أحمد الخفاجي، ميرا طالب، دكتور ميمون الخالدي، وأستاذ بها خيون أكيد، وأسماء يعني أسماء. طيب مجال للوجوه الجديدة؟ هو العمل يضم يعني وجوه جديدة بشكل كبير جدا، باعتبار أنه إحنا نتحدث عن مادة عن 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 ظاهرة الإدمان، وهذه الظاهرة منتشرة أكثر شيء بين صفوف الشباب، فلذلك يعني راح نشوف وجوه جديدة، طاقات شاب على مستوى التمثيل، وأيضا بالكوادر ايضا، يعني حتى في مساله ما خلف الكواليس عندنا يعني ناس مبدعين شباب، فمثل ما قلت لك انه هذا المبادره، هذا الجو يخلق جو من العمل والتطوير هذه الصناعه يعني. بها خيون، هل تشوف اليوم هاي المبادره وكثره الاعمال الدراميه اللي ظهرت خلال هذا الموسم قتلت قضيه الجروبات الفنية؟ شفنا تنوع خليط من الفنانين، تجانس، وبنفس الوقت يقول لك الآخر يقول لك لا أنا أريد الجروب لأنها راح واحد يفهم الثاني، ما راح تكون عندنا مشاكل بسبب ضيق الوقت اللي يتم إنجاز به هاي الأعمال. أنت كبها خيون شلون شفت الوضع؟ يعني هو بداية موضوعة الجروب أنا مو ضدها تماما، لكن كثرة الأعمال أكيد تنطي فرص أكبر. يعني أنا واحد من الناس لولا هذا الانفتاح اللي صار على مستوى الأعمال يمكن ما كان صارت عندي هاي الفرصة، لولا اشتغالي مع أستاذ محمد جعفر بالساتر الغربي يمكن ما أجتني هاي الفرصة، اللي هي لأنه هو اتصل بي بداية، بعدين التقينا بأستاذ محمد وصار هذا الحديث بالبروفات وتفاصيل العمل. فأعتقد يعني التنوع وكثرة الأعمال تخلق فرص أكبر، بس هذا مو معناه أنه الجروب خطأ، بس الجروب على ان دائما يجدد بدماء اخرى، يعني ما يبقى ضمن يعني حبيس منطقه معينه او اسماء معينه، لان بالنتيجه الناس تريد تشوف الممثل الجديد، تريد تشوف وجوه جديده مختلفه. ما معقوله اني ابقى اقدم فلان من الناس بنفس الشخصيه او بنفس الكاركتر او على مستوى الشركات يكون دائما مقدم على غيره. انا اعتقد لا، يعني الجروب اوكي مهم، لكن علينا ان نبحث عن وجوه جديده داخل هذا الجروب للتغيير. استاذ محمد، كمحمد خماس المؤلف والسيناريست، انت مرن يعني بالعمل، تتقبل انه يصير شويه تغيير من المخرج راي مؤلف، لو لا اللي تكتبه لازم نفسي يتم تصويره؟ لا اكو مرونه الى حد ما، لانه واجهتها المشكله ويا اولا استاذ بها. لا بالعكس، يعني اوكي يتقبل تمام. احنا عندنا دائما قبل يعني فتره التحضير بالبرودكشن عندنا شيء نسميه جلسات الطاوله، انه نقرا مع الممثلين، المخرج والكاتب والممثلين، نقرأ حتى نشوف مشاكل الناس، لأنه مرات أكو تعرفين أنت حتى على مستوى أي نص عادي ممكن اختلاف بين شخص وشخص بالقراءة، أكو مخارج حروف أو كذا، هذا على مستوى اللغة يعني. على مستوى البناء المشهد أيضا أنا أسمع من المخرج من الممثل، إذا دائما منفتح باتجاه الأفكار اللي تطور من الناس، مو التغيير لأجل التغيير، التغيير لأجل التغيير هذا بحثا آخر. فإذا إذا 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 فد رأي يدفع أو يرفع من إيقاع المشهد أو كذا يصير التغيير، بس على أمل أنه يصير يعني شلون نقول يعني تحت إشرافي أو أنا أسوي. ليش؟ لأنه هذا مسلسل، لأنه مرات واحد يغير في نقطة معينة بدون الرجوع إلى الكاتب اللي شايف العمل وقارن النص كله، أو ممكن أنه يخلق أزمة في مشهد يعني آخر. ممكن أنا قاصدها هذه الجملة تحديدا اللي راد يغيرها، ممكن باني عليها فكرة أو مشهد أو 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 حدث. فالتغيير وارد وأني معه، بس مو بنسبة كبيرة، لأنه بالنتيجة
راح يعني يأثر على سياق العمل بشكل عام. يعني طيب استاذ بهاء، تشوف اليوم بالآونة الأخيرة بأنه أغلب الأعمال بأن تكون هناك بطولة مطلقة، لكن هاي البطولة تكون إلى شخص يمكن بعيد عن التمثيل أو هو تارك بصمة في مجال آخر، ومثل ما شفنا في كثير من الأعمال. اليوم أنتم كفنانين، هل مقياس العمل أو محبة الناس أو الدور المقدم من خلال البطولة أو من خلال الشخصية وتأثيرها، وأيضا الجهود اللي يقدمها الفنان حتى يقدر يكسب الجمهور وبغض النظر عن قضية البطولة؟ شوف، احنا حتى على مستوى المسرح يعني احيانا تدخل بمشهد صغير بس ثيمة المشهد، ادائك لهذا المشهد يخليك اهم من كل اللي داير مدايرك على مستوى يعني المساحات. يعني مو دائما البطولة هي الاساس، واعتقد اذا احنا منتبهين يعني بالاعمال الاخيرة بشكل عام حتى على مستوى الدراما اللي يعني اللي تنتجها امريكا او الوطن العربي، انتهت قضية البطل الواحد. هو موجود البطل حاضر، لكن التوزيع صار مع بقصص مختلفة، التوزيع صار مع شخصيات أخرى هي مساندة لكن فعلها ما يقل أهمية عن البطل. أستاذ محمد، اليوم أكو كريستال وأكو دينافس ضمن مجموعة جدا كبيرة من الأعمال سواء داخل العراقية أو بباقي القنوات، تشوفه كعمل بأي مستوى حيكون أنه يقدر يكون من بين الصفوف الأولى ضمن هالمنافسة، خلينا نقول الشرسة خاصة بهذا رمضان؟ طبعاً جداً، كل القنوات يعني دا تشتغل، العراقية وحدها لها هواية أعمال وأوقات الذروة، وغير هذا أنه العالم يعني راح يشوفه هواية. فشلون تقيمه؟ هو مثل ما انت قلت اكو تنافس كلش عالي هذا شرس. حتى على مستوى الممثلين يعني تلقين ممثل باكثر من عمل. صح. و كريستال يعني انا اتوقع انه من الاعمال اللي راح يعني يعني تحظى باهتمام المتلقي، لانه احنا اول شيء هي قصه يعني جريمه وقصه بوليسيه، وهذا النوع من القصص محبب عند المشاهد، فضلاً على أنه يعني يتناول ظاهرة صرنا يعني نسمع عنها يعني هواية بالأخبار في مواقع التواصل الاجتماعي لها تأثيرات سلبية. فالموضوع أنا أراهن على الموضوع، بالإضافة إلى أن توفرت عناصر الإنتاج الجيدة في هذا العمل، ومن إخراج، من ممثلين، من إدارة إنتاج، فأعتقد أنه عمل يستحق أن يكون يعني من الأعمال. أتمنى التوفيق لكل المشاركين بالموسم السباق الرمضاني، الكل يسعى لأن يكون عمله هو الأفضل والمشاهد. وإن شاء الله كل الأعمال تحظى بفرصة جيدة يعني للمشاهدة. إن شاء الله بانتظار يعني الحلقات الخاصة بهذا العمل. كل التوفيق لحضرتك. أنا أشكرك. وأيضا كل التوفيق لك بهاء. سعيدين بحضوركم اليوم. أنا لا وإن شاء الله تكون هذه منافسة جميلة جدا من خلال طبيعة الأعمال، لأن يعني الناس اليوم بدأت تريد القصص اللي تكون قريبة لهم، مو فقط القصص اللي تكون يعني بعيدة أو تكون استهلاكية أو ما نقدر نسوقها للخارج. ومثل ما أكد رئيس الوزراء قال بأنه يريد أعمال بعيدة كل البعد عن طبيعة الضغوطات ولا الضغوطات الحكومية، قدموا الأعمال خلت حبها الناس. شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم، نورتونا بصباح الخير يا عراق.